السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم إن شاء الله عن سكاربوسي كرايتيريوم. بداية راح نتكلم أول شيء عن Left Bundle Branch Block. مثل ما موضح الكرايتيريوم مال Left Bundle Branch Block ثلاث نقاط راح نوضحها على الـ ECG. هذا الـ ECG المريض عنده Left Bundle Branch Block شلون شخصنا؟ أول خطوة اللي هي الـ QRS تكون وايد، QRS Complex اللي هي أكثر من ثلاث مربعات صغار. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالـ V1 الـ V2 الـ V3 نلاحظ الـ S تكون dominant، S تكون dominant وياها ST elevation والـ T wave تكون upright، تمام؟ طيب بالـ V5 و V6 نلاحظ الـ R هي dominant وتكون notched، حتى مرات تكون يعني على شكل يمثلونها بشكل M shape، وياها ST depression و T wave inverted. هاي بشكل سريع عن ال left bundle branch block. طيب نتيجة لصعوبة تمييز الشخص اللي هو عنده chest pain وجاي لك وياها left bundle branch block، فهنا اجت دكتورة ألينا سكاربوس سنة 1996 خلت كرايتيريا خاصة حتى نشخص المريض اللي عنده acute myocardial infarction with presented with chest pain and left bundle branch block. ال specificity مالته 96، sensitivity 36%. طيب ثلاث نقاط بالسكاربوس كرايتيريا. اول نقطة اللي هو concordant ST elevation more than 1 millimeter in any lead with positive QRS. هاي خمس نقاط. اول نقطة يعني شنو concordant؟ concordant يعني الـ ST elevation أو الـ ST depression تكون باتجاه الـ QRS. فمثلاً الـ ST هاي هنا ST elevation كانت باتجاه الـ QRS، هذا يسموه concordant. الـ discordant تكون لا بالعكس، يعني هنا ST elevation والـ QRS negative، هذا يسموه discordant. فأول نقطة قالت دكتورة سكاربوزي قالت concordant يعني ال ST elevation أكثر من 1 مليمتر يعني أكثر من small 1 small square و ال QRS تكون positive. هاي النقطة الأولى بأني lead. النقطة الثانية هي concordant ST depression أكثر من 1 مليمتر in V1 V2 V3. هاي ال concordant يعني هاي ال ST depression باتجاه الـ QRS تكون أكثر من 1 مليمتر بالـ V1 to V3. طيب آخر كرايتيريا اللي هي discordant ST elevation أكثر من 5 مليمتر in leads with negative QRS complex، يعني هاي يسموها discordant. لاحظ إنه الـ ST elevation يكون أكثر من 5 مربعات صغار، تمام، وياها الـ QRS تكون نيجاتيف، تمام. هاي يسمونها سكاربوزا كرايتيريا. طبعا السكاربوزا كرايتيريا اول نقطة خمس نقاط، اول نقطة خمس نقاط، النقطة الثانية ثلاث نقاط، والنقطة الثالثة نقطتين. اذا جمعنا ثلاث نقاط او اكثر فهاي تمشي ويا سكاربوزا كرايتيريا، والمريض الشخص بأكيوت مايوكارديال انفاركشن in patient with left bundle branch block. طيب اللي معمول به حاليا هو السميث موديفايد سكاربوسا كرايتيريا. اجى دكتور سميث 2012 قال سوى تحوير بسيط بالسكاربوسا كرايتيريا حتى تكون مور اكيوريت، السبيسيفيسيتي تكون 99% والسنسيتيفيتي تكون 80%. طيب شنو هذا التحوير البسيط؟ التحوير البسيط قال لك اخذ ratio بين الـ ST segments و الـ dominant، سواء الـ S كانت dominant أو الـ R كانت dominant، قسمهن. إذا طلع أكثر من 0.25 فهاي تنطبق ويا الكرايتيريا مالتني. طيب مثل ما موضح هنا هذا اللاين الوهمي، وهنا جي بوينت اللي هي بداية الـ T wave، فهاي القطعة اللي هي ST segments، هاي القطعة. هالقطعة الاستي سيجمنت ايش قد؟
تقريبا 3 مليمتر، يعني 3 مربعات صغار. طيب والاس ويف ايش قد طولها؟ تقريبا 10 مليمتر، فنقسم 3 على 10 يطلع لنا 0.3، اللي هو اكثر من 0.25. طيب بالنسبة لهذه ال R wave هي dominant، فاحنا نقسم ال ST على ال R، لازم تكون أكثر من 0.25. فال ST segment هنا قد هذا الخط الوهمي، وهنا من J point تقريبا 3.5، 3.5، وال R wave قد 10 مربعات صغار، تقريبا تطلع لنا 0.35، اللي هي أكثر من 0.25. تمام. وتقدرون تقرون اي سي جي، ادفانسد اي سي جي للدكتور سميث بلوج. ان شاء الله يكون الموضوع واضح، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.